مسيرة فكرية وثقافية حبلى بالأحداث والإنجازات، تلك التي سردها المفكر المغربي حسن أوريد في لقاء مفتوح أمس الخميس بمركز سيدي مومن للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور عدد من المثقفين والفنانين والفاعلين السياسيين وممثلين عن جمعية المجتمع المدني بالمنطقة. كانت لدي رغبة لحوار مفتوح بدون موانع بدون تابوات، وكانت هناك أسئلة ارتبطت في المساري بالأساس الثقافي والمهني، ثم كذلك انصبت يعني أسئلة المتدخلين حول قضايا ترتبط بالدبلوماسية المغربية، ويعني المحاور التي ينبغي أن تشتغل عليها هذه الدبلوماسية، ويعني الرؤى الاستراتيجية التي ينبغي أن تقوم عليها. انصب الحوار كذلك على الأدوات أو الأداة الدبلوماسية التي من شأنها أن تترجم توجهات استراتيجية. الجهوية المتقدمة والدبلوماسية الموازية كانتا محور هذا اللقاء المفتوح، والذي قدم من خلاله حسن أوريد تجربته الثقافية والفكرية التي توجت بإصدار العديد من الأعمال والمؤلفات. كان مقررين هما موضوع الجهوية الموسعة والدبلوماسية الموازية، ولكن من خلال الحديث عرج الأستاذ المحاضر على مجموعة من المواضيع من بينها المؤلفات التي ألفها والتي لها علاقة سواء بالدبلوماسية الموازية أو بالجهوية الموسعة، وكان موفقا في ذلك. نشكره جزيل الشكر وأشكر الحضور اللي أثوا لهذا اللقاء هذا اللي كان اليوم. الشخصيات السياسية والفنانون وفعاليات المجتمع المدني الذين حضروا هذا اللقاء الثقافي الأدبي المفتوح ثمنوا هذه المبادرة التي أقدمت عليها جمعية تسيير، واعتبروا اللقاء فرصة للتقرب أكثر من حياة المفكر المغربي حسن أوريد. الحضور هذا والتواجد ديالو داخل هذا المركز هذا أنار لهذا الشباب المغربي بالخصوص والمجتمع المدني، أنار له بعض النقاط اللي هي كان من الواجب أن جميعنا كمغاربة كيخصنا نعرفوها. الوقت لا يسمح باش حنا يمكن نتكلموا عليها، ولكن الاستاذ السي حسن أوريد اعطانا فكره مجمله حول التسيير سواء الوطنيه المغربيه تتكلم فيها الصحراء المغربيه، تتكلم فيها على الدبلوماسيه الموازيه، تتكلم فيها على الروح الوطنيه ما بين الشعوب خصوصا في هذا الحراك اللي وقع الان. اللقاء كان مهم ومحاضره كانت قيمه جدا، راكم سمعتوا السيد محاضر ومفكر كبير، وما احوجنا الى مثل هذه المحاضرات باش نفهموا، ما بقيش ما ولفناهمش، خصنا نرجعوا لهذا الشيء، لهذا نتلاقاو مع مفكرين، ان ناخذوا منهم بزاف ديال الحوايج، لا ثقافيين ولا اجتماعيين ولا سياسيين ولا في جميع المجالات صراحة. فصراحة اللقاء اليوم كان كتلاحظ ما نطش من بلاصة حتى سرى اللقاء وإن كان طويل. وتنشكر الشي أريد اللي حيانا واحد الوقت ديال الوطنية ومحبة الوطن، وشكرا. كيشرفنا اليوم أن السي حسن أوريد المفكر والاديب يعني اصلا هو راه ود الاداره الترابيه انه حضر معنا في منطقه سيدي مومن، وكان لقاء مفتوح وتواصلنا معاه والحمد لله استفدنا ما فيه الكثير، وعرفنا بزاف د الحوايج على السي حسن أوريد، يعني كنا كنعرفوه من خلال الكتب ديالو واليوم عرفنا عن قرب. اللقاء توج كذلك بتوقيع عقد شراكة بين جمعية تسيير والمكتب الوطني للكهرباء، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة أمام شباب منطقة سيدي مومن.
هاد الشراكه اللي وقعنا مع لوينو هي غادي تفتح لهم واحد الافاق جديده. علاش؟ غادي يديروا ان ريسيكلاج ديال 3 موا وياخذوا السيرتيفيكا ديال لوينو، زائد غادي ياخذوا ان اغريمون ديال ان الكتريسيان اللي كتخول له انه يخدم مع واحد المجموعه ديال المعيشين الاقتصاديين. لقاء اليوم جاء ضمن عدد من اللقاءات التي دأبت جمعية تسيير سيدي مومن للتنمية البشرية على تنظيمها كل شهر، والتي تحاول من خلالها التطرق إلى عدد من القضايا والمواضيع الآنية بهدف معالجتها وتسليط الضوء عليها.